أجواء ليالي شارع المتنبي في بغداد لا تشبه غيرها من الليالي، حركة لا تنضب ودردشات وضحكات تملأ الجو بهجة وحياة. فيلتقي هنا المثقف والمسافر والباحث عن كتاب والمشتاق إلى بغداد القديمة. الأجواء الرمضانية ببغداد كلش حلوة وعجبتني، وأنا متعني من الرصافة من مدينة الصدر لهنا. أسأل الله ورسوله أن يجمع شمل العراقيين جميعا من الشمال إلى الجنوب. حلوة الأجواء، تخبل يوميا، العالم تبقى للثنتين للثلاثة، العالم تبقى شهر رمضان، للأربعة هم يبقون العالم شهر رمضان. على امتداد كيلومتر واحد يتوزع عشرات الباعة المتجولين ممن منحتهم حداثة المكان فرص عمل لم يجدوها نهارا. أما المبيعات فهي في الغالب قريبة من خصوصية المكان، بين مطبوعات وهدايا ومجسمات تراثية ولوحات فنية بأسعار زهيدة، فضلا عن الكتب التي تفترش الشارع. يشوفون الشباب جاي تتونس، شباب وبنات ونسين، يعني اتمنى يعني بعد في الشارعين ثلاثة او مدينة مائية حلوة مثل مدينة دجلة كذلك تطور بالعراق يصير شوية شوية، لان احنا شعب ما شفنا شيء كذا، حروب وهموم. وهاي مهرجاناتي اكيد مفتوحة، عندك القشلة مهرجان، عندك المتحف البغدادي مفتوح ورا الفطور. عشاق الشارع ومرتادوه حولوا شارع المتنبي إلى مهرجان إنساني شعري يدافع عن الفن والثقافة ومكان لإعلاء صوت الثقافة والفن، ليخفت صوت التدمير والفكر المتطرف. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي.